السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين الأخضر بالريش، وين أقول هو قال اسمه، أنا ما نقولش اسمه، قال هذا المشرف أنا يعني لا، وين قالوا لا تعتمد على هؤلاء اللاعبين في إفريقيا، حتى المغرب صعيبة عليك. يعني بعد ما كان يقول باللي نروحوا لكوب دي موند كنا غادي نديروا خير من المغرب ونوصلوا للفينال وكنا بالك ندوها وكلش، لكن الناس بعد ما يعني دفاع ودس حقائق، لو كان يهضروا الحقيقه ما يهضروش كومبلي على بالك. هذا الناس يهضروا الحقيقه بصح ما يهضرلكش كومبلي، يهضر لك يقول لك صباح ايات العشيه، نقول لك صباح الخير، صباح الخير، هذيك صباح الخير ما يقولها، يقول صباح ولا مساء الخير كيما هكا، يقول مساء، صباح المساء الخير، صباح الخير ما تسمعهاش الاولى، هذي هذو كيما هكا يقلبوا لك الحقيقه مكاش. هذو يهضروا على الباطل يعني مستفادين من الباطل، كيما شاهدنا وين عادل عمروشر بدل علام الجزائر جزائري، غدوه ان شاء الله لو كان يدي كوب دافريك مع تنزانيا يعني نفرحوا نقولوا لك علام تاع الجزائر. حنا شاهدنا في اوروبا شعب نورمال رابد علام تاع الجزائر، داير ناشر العلام تاع الجزائر في ملعب، نفرحوا نقولوا واه لك علام تاع الجزائر هذيك، واه لله انت يا واحد جزائري اطار جزائري عادل عمرو جزائري. يروح هذاك مول السبته اللي داير كوستيم، انا ما عرفتش كوستيمات هذوك صحاب السبت يعني رايح ويعاير فيهم ما في شي عجباته، ولا تشتخلك هذا الجزائري. اللقب تاعو معروف، اللقب تاعو معروف، هذا تتعايره على تعايره صح على تعايره. وزيد المشرف تاعكم مي قال لكم العروسي، اقسم لكم بالله العلي العظيم العروسي خادم الوثائق تاعو مع عوار مع آية النوري، اقسم لكم بالله العلي العظيم. بصح انتم ما تامنوش، خلي ربي هو اللي يعرف الحقيقة، ربي هو اللي يعرف الحقيقة. كي أنا قعدنا نقول لكم قويلي والعروسي خاطش على هذا المشرف تاعكم، على مكش كان باغي يخليهم ورقة في جيبه. أنا كي كشفناها على عوار قويلي والعروسي، العروسي قويلي العروسي، حنا كشفناها ما نبقاش. أنا مؤمن يجي يقول لي مؤمن عنده المعلومة، يكون عنده المعلومة ولا ما يكونش عنده الله يسهل عليه. خاطش يعيط له المشرف يقول له ها شكون خليها عندك، هذه هي. بصح حنا كي نخرجوا نهضروا مكاش اللي يقول لي خليها عندك، نهضرها ديرك نقول لك باللي قويلي سايق العروسي. العروسي نعقل العام اللي فات هضرت لكم قلت لكم قويلي، قلت لكم عوار آية النوري والعروسي خدموا الوثائق تاعهم، الناس كذبتني ارا ويرا قال لك العروسي جاي، خاطش هو كان باغي يخلي هذه الاوراق تاع قويلي. لو كان ما هدرناش وكثرنا عليهم الهضره كان باغي يخلي الاوراق الورقه تاع قويري تاع العروسي، يقول لك ربما مع السنغال ندي الهراوه نخرج الوراقي، كيما نهار اللي دار لكم الضربه تاع مين خسر مع السويد، مين خسر مع السويد صح هنايا في عنابه حصل فسطاط وحصل في ليزامبي، وفي السويد فاني فسطاط فاني كي والو، السويد فسطاط كي والو. هاي يقولوا لنا درنا ماتشين مع الناب مع 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 الاخرى لهنا مع المالي فاني كستاد، ربحنا نيجيريا 2-1 لاربيت عطانا بيناتي، عطانا بيناتي فانيك فان وقلع بنت فالا بالنيجيريا، فانيك فماك لاربيت فماك ما تهدرش عليه، كو هدرت على لاربيت كو قلت بلي يا ودي هادو لي زاربيت على لافريك ما يتامنوش. عرفتو اليوم قلعوا بنت النيجيريا فالا وعطانا بيناتي ماشي فالا نورمالمون كيما تهدرها، هما البنت الزاوج تاع النيجر هنا نهار اللي لعبنا كونت النيجر هنا كنا خاسرين 1-0 وكاليزينا، البنت هذاك ماشي فالا، البنت هذاك ماشي فالا بورجو، البنت تاع الجزائر تاع لي ماركاها وقيلا ما حجر ما تكون هذاك ماشي فالا، هذاك اورجو في الاولى لاربيت خلاها فما كهدر. وين عاودوا نولوا الاخضر بالريش، الاخضر بالريش يبدو ان الوقال بان يبدو ان هذا المشرف لا يزال متماسك بخياراته الشخصيه
ولا يقبل يعني يقبل باقي الآراء من أجل دعم المنتخب بأسماء بارزة، وهو الأمر الذي ظهر جليا في مباراة الجزائر وتنزانيا باعتماده على لاعبين حصلوا على فرصهم كاملة دون إثبات أحقيتهم في المنتخب. يودي هذو جايبهم باش يديروا البلاصه هو اللي غادي يلعبوا كونتر السنغال. نعطيكم نشوف الاسماء ونعطيكم شكون غادي على يعني نقول لكم شكون غادي يلعب. دابا نعطيكم دروك هاكم نقول لكم عادت في الغارديا صحة ماندريا ديفونس 2 عطا 3 ايت نوري في اللاكس ماندي رامي بالسبعين في غولي قدامهم بوعناني شايبي محرز بالرحمة بونتي هادو هما ماندريا عطال ماندي رامي بن سبعيني ايت النوري في غولي بوعناني شايبي محرز بونجاح بالرحمة هادو هما خويا نتوما كنتو تشوفوا حاجة وحدة أخرى هادو هما اللي غادي يلعبو هادو هما وعلى الرغم من المستوى البارز لكل من إبراهيمي وسعيود غير أن هذا المشرف لا يزال غير مقتنع بهم. من جانبه الإعلامي المخضرم الأخضر بالريش قال بأن بعض اللاعبين الناشطين في أوروبا لا يمكنهم تقديم إضافة للمنتخب، وأشار بأن لاعب مثل إبراهيمي قادر على صنع الفرق في أدغال إفريقيا وهو ما يحتاجه المنتخب الوطني. وأثر يعني أثرت نسخة الباهتة التي ظهر بها المنتخب الوطني سهرة الخميس أمام تنزانيا مخاوف الجماهير الجزائرية. حنايا رانا كي رانا نهضرو المنتخب الوطني الجزائري، إذ وفضل عن فشل أشبال هذا المشرف في تخطي عقبة منافس سبق للخوض وأن تغلبوا عليه بسباعية بسبع أهداف كاملة في 2015 في حقبة المدرب الفرنسي غوركي. فإن أداء زملاء قائد عيسى ماندي طرح أكثر من علامة استفهام، إذ لم يقدم الخوض ما يشبع لهم لدى الجماهير الجزائرية، وهذا قبل أيام قليلة من اختبار القوي والصعب أمام السنغال بطل إفريقيا المنتشي بفوز تاريخي على حساب البرازيل بأربع أهداف لهدفين. يعني وين نقولوا بلي عشتو كيفاش مدرب حنا قضية تاع مدرب لا كاس العالم. أنا نقول لكم هما غادي نربحو 2-1 السنغال غادي نربحوها 2-1 يعني نقول لكم السنغال غادي نربحو السنغال 2-1 خاطر بعض التصريحات تاع ناس وين عطات كيما نقولوا حنايا كاس افريقيا 2027 للسنغال كادو غادي في غودو هذه يا خويا هذه بالتالي كاع ما غاديش المهم غادي نربحو هذه يا خويا المهم غادي نربحو السنغال غادي نربحو 2-1 غادي نربحو 2-1 السنغال ما كاش اشكال كاع اشكال ما كاش السنغال غادي نعقلوا عليها اش انا نقول لكم عاجبين انتوما ساهله يا انتوما تعرفوا خير من ناول انتوما تعرفوا خير منه شكون يعرف خير منه اي قولوا الدماء مالكم ما بتاكلوه ولا لا مي مليحة كيراك تشوف بيها ذهبية كيراك تشوف بيها مليحة ما غادي مليحة مخنث ينقلب هذاك يدور مخنز هذاك يدور كاش مشكل هذاك مخنز هذاك عنده بروحه عنده درافو تاعه يعني تاع قوس قزح هذاك ما تأمنش فيه ديجا دار عليه البارح او قلت لكم انا قلت له نتايا في اول دوره يعطوك الحس غلط انا والله العظيم كي قلت لك بلي يا ودي استقيل انت بانت لك بلي نكرهوك بصح بغيناك يعني تنسحب في الضربة تاع الكاميرون لكن انت عجبك دحمان الكوافير مشاكرة مخنث عجبوك كاع هذوك وليت انت بروحك وليت تمشي معاه وليت تقول بلي الماتش تاعك انت بروحك امنت بلي الماتش تاعك هذه
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير، بارطاجونا لي فيديو، ولمسي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم باش ديما يكون جديد معكم.